القالة هنا القالة الثورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن استكمال ثورة تشرين، أحداثها وتطوراتها، الحديث عنها طبعا، وسنتحدث كذلك عن استمرار الاعتداءات الحكومية والميليشياوية والانتهاكات وعمليات استهداف المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أسلحة تستخدمها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين. طبعا لدينا دعوة من المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد، دعوة للشباب الطلبة والمتظاهرين إلى التظاهرات الحاشدة وكرنفال شعبي في ساحة الخلاني ببغداد يوم غد الأحد. أكدت اللجنة المنظمة للتظاهرات على ضرورة إقامة خيام الاعتصام في ساحة الخلاني بعد الكرنفال المزمع إقامته يوم الأحد ظهرا، ومنع ما تعرف بقوات مكافحة الشغب من التقدم إلى الساحة أو نشوب أي مصادمات معها، فضلا عن إغلاق الطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة الخلاني. هذه دعوة من اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين إلى يوم حافل يوم غد الأحد، يوم حافل في ساحة الخلاني في ساحة التحرير كذلك، كرنفال شعبي جماهيري غدا ظهرا. دعوة موجهة إلى جميع المتظاهرين، جميع المعتصمين، جميع العراقيين في كل مكان للمشاركة في هذه المظاهرة وهذا التجمع لإيصال رسالة واستمرار الثورة بمطالبها، وعلى رأسها طبعا إسقاط النظام وإزاحة هذه الأحزاب الفاسدة. دعونا نشاهد مع حضراتكم الآن طبعا مقطع لإصابة عدد من المتظاهرين بهجوم جديد شنته القوات الحكومية وميليشياتها على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد في وقت متأخر من ليلة أمس، فلنشاهد. هذه بالخلاني صدق الانتشار مستمر لحد هذه اللحظة. إذا المشاهدين الكرام كما تشاهدون تستمر الحكومة، السلطات، القوات الحكومية وميليشياتها باستخدام كافة أنواع الأسلحة ضد المتظاهرين، ضد المعتصمين السلميين في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات من أجل قمع هذه الثورة، محاولات كثيرة بمختلف الوسائل لقمعها. طبعا السؤال عندما يطرح عن قضية لماذا تستمر الحكومة، واضح أنها تريد إنهاء هذه التظاهرات، لكن لماذا يستمر الصمت تجاه الصمت الدولي تجاه ما يحدث من قمع حكومي رغم اعترافات الأمم المتحدة بممثلتها في العراق جنين بلاسخارت أن هناك قمعا حكوميا ضد المتظاهرين؟ يعني هذه النقطة هي التي نود أن نفهمها حتى هذه اللحظة، لا نعرف لماذا يستمر الصمت الحكومي، الصمت الدولي عفوا، تجاه القمع الحكومي الحاصل والمستمر تجاه العراقيين. طبعا المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد أكدوا استمرارهم بالاعتصام حتى تحقيق أهداف هذه الثورة، وشددوا على ضرورة استمرار خطوات التصعيد السلمي حتى تحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها إسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة، وأكدوا رفضهم أن أي حكومة تأتي بها إيران أو استمرار حكومة عبد المهدي. العراق بغض النظر فيه كورونا أو لا توجد كورونا في العراق، المصائب كثيرة في هذا البلد، إن كانت مصائب اقتصادية أو إن كانت مصائب صحية أو إن كانت مصائب أمنية، ملفات شائكة كثيرة. يعني قالها العراقيون سابقا المتظاهرون أننا خرجنا غير مكترثين بكورونا أو غيرها من الفيروسات أو من الأمراض، لأننا نعيش في زمن فيه أحزاب أخطر علينا من الكورونا ومن غيرها، وبالتالي رحيلهم والخلاص منهم يؤدي إلى قدوم نظام وطني يقوم ببناء مؤسسات صحية، يقوم ببناء بنى تحتية متكاملة
تساعد هذا البلد على مواجهة هذه الأخطار في المستقبل. لكن في ظل وجود هذا النظام، هذه الحكومات، هذه الأحزاب التي لم تكترث منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة لأرواح العراقيين، فهي أخطر على العراقيين من فيروس كورونا. من معنا الآن؟ السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يرحم الشهداء العراقيين، على رأسهم الدكتور الشيخ حارث الباري وكل الشهداء العراقيين الشباب. نعم. بالمتضررين، والله يشافي الجرحان ان شاء الله. والله العظيم يا محمد بالقران العظيم، هذول لا يعترفون بالكورونا، لا يعترفون بالمتضررين، هذول يعترفون الحكومه الحقيره، بس يعترفون بالايرانيين. هذول يعني الله جابونا ورم خبيث سرطان. نعم. الشعب العراقي يقتل العراقيين يا ابن محمد، لا ما لا يعترفون بالمظاهرات، لا شيء. والله بس اقول لك حس واحد ابن محمد. نعم. والله كل دم عراقي، كل شريف عراقي يسوى كل هذا الحكومه، كل نعم. كل حكومه العراق، كل حكومه الملاذ يعني هذول الخايفين اللي يقتلون شباب العراق. نعم. ابناء العراق، لا عندنا مستشفيات، لا عندنا مدارس، يعني شلون الكورونا هذه يخلص من عندنا؟ وشلون هاي الشعب العراقي يوميا يموت هذول الشباب بالساحات يوميا يموتون ولا يضحكون عليهم؟ ولكنما اكو بشر انقتل بالعراق، لعنه الله على حكومه يعيش حكومه، لعنه الله على على خامنئي ابو خميني. سيد أبو زكريا، أنا أشكرك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد محمد من الناصرية، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. تحياتي إلى قناتكم المباركة المؤخرة. الله يسلمك. والرحمة لشهدائنا الأكرام، لشهدائنا الأبرار، الدم نعم. الطاهر الذي طار في دم بارد. نعم. طبعا استاذ محمد، انا اقدم لكم ومتابعتكم لقناتكم المفضله اللي حقيقه يعني عين الحقيقه. طبعا الحمد لله، هذا واجبنا يا محمد. الله يحفظك، بارك الله فيك استاذ محمد. الله يسلمك. احسبنا الذين في سبيل الله قتلوا بل هم احياء عند ربهم يرزقون. وفي ايه ثانيه، الشهداء احياء وانتم لا تشعرون. احنا طبعا هذا ما يكثر عزم المتظاهرين، باقون باقون بالاعتصامات تحقيق المطالب، وهي تحقيق المطالب اسقاط النظام بأكمله. نعم. عبد المهدي اللي هو عام القوات المسلحه هو المجرم الكبير المسؤول عن قتل المتظاهرين، قتل الثوار اللي قتلت من 100 نعم. وذولا مجرمين، يعني شنو فرقهم عن الارهاب؟ يعني هو اسوء من الارهاب. زين، اسوء من الارهاب، لانه الارهاب يقتل وهذا يقتل، وماكو فرق. جاي الشاب شباب عمره كبير يطالب بحقه. نعم. يطالب بحقه، يطالب بالتعيين، يطالب بشارع يتبلط، يجي يقتله بالسلاح، فهو شنو فرق؟ نعم. باقون. محمد، محمد أكو أريد أسأل حضرتك سؤال أيضا. يعني عادل عبد المهدي لما استقال بعد لا يزال موجود في السلطة، وفق القانون المفروض هو مدة شهر ويسلمها إلى حكومة انتقالية، وبعد ذلك الحكومة الانتقالية تسلمها إلى حكومة أخرى بإجراء انتخابات طبعا. لكن عبد المهدي لا يزال حتى هذه اللحظة في المنصب، يعتبر القائد العام، تتحدث الجهات الحكومية باسمه، تخاطب الشعب أو تخاطب الجهات الأخرى باسمه، ولا يزال هو حتى هذه اللحظة في المنصب. لا، ليش استقال؟ شنو قيمة استقالته إذا لغاية هذه اللحظة هو بعده في المنصب؟ وهو أكو كلام أيضا على أنه محاولات إيرانية مع أحزاب موجودة بالسلطة لإعادته مرة أخرى إلى الحكم، وكأنه كل اللي صار وكل دماء الشهداء والجرحى ما هم هؤلاء، يريدون يرجعون عبد المهدي مرة ثانية وينصبوا رئيس للوزراء. نعم نعم
نعم أستاذ محمد، هم طبعا بكل وكاحة أو بكل خسفة، يعني غيرة ماكو، لا غيرة ولا شرف ولا أي غيرة. هو نفسه عادل عبد المهدي هذا المجرم، هو لو عنده غيرة أو عنده شرف وعنده حمية ويفتح على نفسه ما يريد يرشح نفسه والأحزاب تريد تخليه مرة ثانية. يعني هو هسه لا متعظم ولا متأثم ولا مستغفر لهذا العمل السواء اللي قتل 800 شهيد ويريد يرجع بعد، غيره ماكو. يعني بكل وكاحة بكل وكاحة بكل نذالة بكل خسة هو يريد يرجع رئيس وزراء مرة ثانية. فهذا يعني من هاي، وانت احسب بعد هذا عنده غيرة عنده غيرة طيب. عنده شرف عنده ناموس طيب. نعم من هاي استاذ محمد، فهو غيرة ما عنده، والأحزاب اللي ترشحها تريد ترشحها غيرة ما عندهم، كل وكاحة يردون يخلونه. يعني هم ناس نازعين الغيرة، نازعين الناموس، نازعين الشرف، هم أحزاب منظمة شيطانية، فهم كلهم نعم. سيد محمد أنا أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك للمشاركة، شكرا جزيلا، كنت معنا من الناصرية. طبعا مشاهدينا المتظاهرون في ساحة الحبوبي بالحديث طبعا عن مدينة الناصرية أكدوا استمرارهم بالثورة حتى تحقيق الأهداف، وشدد المتظاهرون على استمرار خطوات التصعيد السلمي والاعتصام بالرغم من القمع والتسويف الحكومي الذي يهدف لإنهاء التظاهرات. دعونا نشاهد هذا المقطع. مشاهدينا الكرام، معنا الآن السيد أبو عباس من الديوانية، تفضل يا أبو عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قناة الرافدين وحتى السيد محمد، الله يسلمك على هذا البرنامج الرائع. الله يبارك فيك السيد محمد. السياسي نعم. ورجل الدين وجهين لعملة واحدة، اثنينهم يردون إخماس هذه الثورة بكل طريقة، نعم، وكل ما لديهم من قوة. نعم. يعني إجاهم كلهم والأولادهم والأحفادهم. نعم. ما يديرون بال هاي المظاهرات، هاي الشباب طالع. نعم. أبو عباس، لوين يريدون يستمرون بقمع الناس بهذه الطريقة؟ شهداء وجرحى يومية يسقطون في كافة ساحات التظاهر. أستاذ، هذه مكاسب. مكاسب لهم. نعم. يعني واحدهم ما يرضى له بأربع خمس رواتب. ماكو يعني توزيع عادل للثروات، ماكو أي شيء. فلذلك هم مسكين يعني. وهسه احنا نقول له هم مثل حرروا العراق. نعم. فيها مجال. حرر او ضحاها. نعم. بس امريكا جاءت وحرر وطتهم اياه على طبق من ذهب. نعم. يعني 16 سنه. سووا. بور، نعم. خمور، نهيب، تعب مقدرات هذا الشعب. نعم. وين هالصحة؟ وين التعليم؟ وين الشوارع؟ وين هالكهرباء؟ وين هالجسور؟ لا، وهسه العراق داخل على أزمة اقتصادية كبيرة جدا، وهو أصلا في أزمة اقتصادية بالطبع، وهي موضوع انخفاض أسعار النفط دون $30 للبرميل، في حين هم حاسبين بالموازنة بأكثر من $56 للبرميل. طيب، هاي الخسارة حتعود بالنهاية على رواتب الموظفين. يعني الإجراءات اللي ممكن تتخذها هذه السلطة هي تخفيض رواتب الموظفين بدل ما تخفض من امتيازات ورواتب النواب والمسؤولين. طيب، هم ليش أصلا أدخلوا البلد في حالة أنه يعتمد فقط على النفط؟ ليش ما كان هناك تنشيط لقطاعات الزراعة والصناعة باعتبار أنه العراق بلد أصلا زراعي؟ أستاذ
استاذ هسه المأساة الكبيرة هاي الأمطار اللي قاعد تسقط على أرض العراق. نعم. المفروض استثمار لها مخازن، ليش احنا بالصيف يعني نعم وهسه هسه ماينا كله ليش؟ نعم يعني ماكو أموال المائية، ما عندها يعني ميزانية، ميزانيتها انفجار يعني. نعم. بناء خزانات يعني فدنا زين. شو اسالك لك؟ الزراعة مو بس الزراعة، الزراعة الصناعة البطالة هاي بسبب الاحباط يعني بالمشاريع. بطالة 90% من الشعب العراقي بطالة. نعم. تختلف هواية يعني واحد يعجب. صحيح صحيح. اريد استرسل لك بها. صحيح صحيح كلامك يا ابو عباس، انا اشكرك كل شكرا جزيلا لما انا كنت من الديوانيه. صباح من بغداد، سيد صباح تفضل، اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ محمد، رحب بكم قناتكم الكريمه. بالنسبه لسؤالك وحوارك مع الاخ، نعم. يعني صدقني استاذ، من 2003 من احتلال العراق، نعم، مساعده هاي الاحزاب الرئيسيه الست، حزب الدعوه والبقيه، نعم، جممت قصدين لتدمير الدولة العراقية. احنا كنا نعرف، كنا قبل عايشين على الزراعة والصناعة وعندنا عدة معامل وعدة مشاريع عملاقة، والشعب كان مكتفي اقتصاديا ومكتفي من الزراعة والتعليم. احنا نعرف شنو كان مستوى العراق بالتعليم، لكن الحكومة حزب الدعوة اللي من استلمت من 2003 لحد الآن ما جت تعمر، جت تدمر هذا البلد في سبيل يصير الملجأ الأول والأخير هو تجارة السوء إيران. نعم. وفعلا من 2003 لحد الآن احنا شفنا هسه يعني التجارة، الصناعة، الزراعة كلها اتجهت لمن؟ اتجهت إلى إيران في سبيل ينعش اقتصاد إيران وإحنا يدهور. يعني هسه حتى المشاريع الإروائية اللي احنا عندنا نهر دجلة والفرات، نعم، وأكو فرعيات من عنده أنهر لازم تصب للسفية وصدر بغداد والتاجي وغيرها، نعم، المفروض يوصلون المياه للفلاح في سبيل المزارع ينتج زراعة في سبيل يصير عندنا اكتفاء ذاتي. هذا حاربوه، حتى المشاريع الإروائية الصغيرة قطعوها، لو استرقام المطارات لو غيرها، وهاي يعني شيء مؤكد. يعني أكيد احنا نعرف بالسفية وبالرضوانية سوهم بالمشاريع والمضخات في سبيل يعطلون الزراعة. سيد صباح، يعني بعد كل اللي تفضلت به، ليش دا يصير أكو منهم رفض واستغراب إذن وقمع للناس اللي تطلع على كل هذا الفشل اللي يعيشوا به العراق؟ يريد يستمرون بالتدمير العراق، ويريد يستمرون تدمير كل فواصل الدولة بكل الوزارات، لازم يتم تعطيلها. ما يريدون أحد يعني يطالب بحقوق أو يطالب بدرجات وظيفية أو تعيين، ما عندهم فد شيء. يعني الحكومة العراقية ما عندها فد إنجاز أو ما عندها القدرة المالية على أن ينشؤون دولة. كل اللي موجود عندهم يبيعون نفط ويسلمون رواتب الرفحة والموظفين بدون أي إنتاج. يعني هسه إذا تريد تعطل وزارة الزراعة، وزارة كإدارة ما راح يتقدم وتأخر من حياة المواطن العراقي، والصناعة نفس الحالة، وكل الوزارات يعني ثلاث أربع الوزارات إذا توقفها تحلها نهائيا ما راح يأثرون على العائلة العراقية، لأن يعني هي أساسا متعطلة وبدون إنتاج وبدون حتى الموظف ما جاي يشتغل. يعني ما عندهم، ينتظرون أن تجي الميزانية ويبيعون نفط في سبيل يستلمون رواتب وخلاص، ودرجات وظيفية ماكو. يعني الناس هسه دايخة شلون هاي المرحلة القادمة، مرحلة الوباء الله يستر ويحفظ العراقيين، ومرحلة هبوط سعر البرميل النفط. يعني شو راح تمشي هاي حكومة؟ صحيح. حزب الدعوة شو راح تخلص من هاي العقبات الموجودة؟ لا عندنا وزارة الصحة تقدر تنهض بالمجتمع العراقي وتحافظ على المجتمع العراقي والعائلة العراقية، لا عندنا مستشفيات درجة أولى، لا بنا مستوصفات، لا بنا مستشفيات نهائيا، تم تعطيلها على إيد الصدريين اللي كانوا يستلمون وزارة الصحة على عديل حمود وغيرها. شنو اللي أنجزت عديل حمود أربع سنوات؟ خلنا نقول عوفك من المناطق اللي كانت بيها إرهاب وغيرها، خلي يحكونا بجنوب العراق شنو إنجازاتكم، شنو المعامل، شنو المستشفيات، شنو المستوصفات اللي بنيتوها لهنا بالجنوب؟ لا شيء. يعني جايين يسرقون
ويبوقون الاموال وخلاص، وتلقاهم بصراع على مود المناصب. يعني هسه الحكومه ما شكلت لحد الان، يعني شو ينتظرون؟ يعني ما يهمهم هاي الناس اللي جاي تتظاهر ضدهم بالبرد وبالحر وبالمرض، ما يهمهم يحققون ابسط مطالبهم، ما يقدرون. سيد صباح، ما عندهم الامكانيه. انا اكتفي معك بهذا القدر واشكرك. اكو احد المرسلين وهو يكتب حاليا حقيقه على الواتساب يتهم القناة بأنها قناة طائفية وداعشية. طبعا هذه حقيقة ليست المرة الأولى التي تأتينا هكذا اتهامات من أشخاص لا يقتنعون بما نطرح وهم يختلفون معنا بوجهات النظر. هل من يقول الحقيقة الآن في العراق يصبح طائفي وداعشي؟ نحن تحدثنا مئات المرات عن مدى إجرام تنظيم الدولة ومدى تطرف هذا التنظيم، وأودى بحياة كثيرين و ساهم بدمار المحافظات التي انتفضت. طبعا الجزء الأكبر من هذا الدمار هو وقع على عاتق القوات الحكومية وميليشيات الحشد اللي دخلت هذه المدن ودمرتها واستباحت أهلها وبيوتهم وخيراتهم وشردتهم، والآن هم ملايين بالعراق. يعني موضوع هذا حقيقة صار قديم وصار موضوع عفى عليه الزمن، يعني خلاص موضوع داعش. المفروض حكومة حيدر العبادي أعلنت النصر وسوى احتفال وسوى استعراض عسكري بذول المجموعات أو القوات اللي كانت عنده، ومع هذا حتى هذه اللحظة هاي المحافظات أهلها ما رجعوا لها. نقول تنظيم الدولة تنظيم متطرف وقتل وشرد وكذا، ونقول الميليشيات اللي شاركت أيضا مع القوات الحكومية تحت ما يسمى تحرير هذه المدن ساهمت بشكل أكبر من تنظيم الدولة بتدميره. منظمة Human Rights Watch وصفت حجم الإجرام التي قامت به الميليشيات والقوات الحكومية بأنه يتساوى مع إجرام وانتهاكات تنظيم الدولة داعش. هذا كان تقرير لمنظمة Human Rights Watch، هذه منظمة دولية. وموضوع الطائفية حقيقة هذه واحد من يقراها يضحك عليها. سلام من بغداد، تفضل يا سلام. ألو، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا قناتكم. أهلا وسهلا، تفضل. استاذ، هو مو يعني هم الان عندهم هم عراقيين. نعم. سن داعش شيعي يخالفهم عصابات جوكر. نعم. وهكذا مستلمين الشعب، ما ادري المسيحي شنو عندهم عصابات شنو يسمون، كل الطوائف عندهم، بس هم هذول الايراني عندهم. نعم. زين. هذول فلك تتعجب من عندهم يقول لك انتوا قناة داعشية. لا لا، يعني بس احنا بس حتى نوضح شغله، انه احنا نستقبل كل الاراء، لكن نتمنى انه اللي يدخل يناقشنا يناقش بارقام، يناقش بوثائق، يناقش بحقائق، بدل هاي الاتهامات وهاي الهجوم والسب والشتم اللي احيانا حتى حقيقه نترفع انه نحكي. تفضل يا سيد سلام. نعم استاذ، هو اصلا ينسى انه اصلا دخول داعش للمدن كان باتفاق لتدمير المدن. نعم. وهذا مو موضوعنا وموضوع سبق. نعم، مو موضوعنا بالضبط. يعني نخلينا بالمظاهرات ونخلينا. نعم. بالمأساة. استاذ، الله يحفظ المتظاهرين ان شاء الله ويثبتهم. نعم. ويعني والله دا يتعرضون الى انواع الظلم، بس ان شاء الله ثابتين ان شاء الله. انا اريد اتحدث بس عن اللي يتحدثون سياده. نعم. وامريكا جاي تقصف قصفه اخترقت السياده. اخي، وين السياده هي؟ نعم. هذا الخطف والقتل والعصابات اللي منتشره بالشوارع والتنظيمات المختصه بالخارجي، بعد وينك السياده يتحدثون؟ نعم. سياسيه اخوان الشعب المحتل من قبل امريكا. نعم. من داخل الشعب بعناصر في الخلان من الجاي يقتلها صار كذا إسرائيلية. وين أنا بدي أخاطب حتى تحكي؟ نعم. ليش ساكت المرجعية ما تطلع تحكي تقول يا بقى من انكتل سليماني طلع يريد يبكي؟ زين، هسه مو هاي صار ثلاث أسابيع متولي بنادق الصيد ما تحكي. نعم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤال مهم جدا يا سلام، انا اشكرك. سؤال مهم جدا وسؤال في محله، لماذا تستمر المرجعيه بمشاهده العراقيين وهم يذبحون وتسيل دمائهم بالشوارع وتبقى في خطبها تجامل
من في العملية السياسية. عبد المهدي الكربلاء يخرج يقول مردها تروح لأنه خاف تروح لغيرهم، خاف تروح الناس دير بالكم يا من في السلطة لأن خاف السلطة تروح لغيركم. إشارات حقيقة ووقوف واضح مع من في العملية السياسية، وإلا لماذا يستمر السكوت على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات باعتراف دولي وبتوثيق أممي ومن منظمات دولية حقوقية ومن المتظاهرين وهم الأهم، ولا يتم الخروج للوقوف بشكل واضح وصريح مع الشعب؟ لا نعلم حقيقة. سؤال سيد سلام في محله. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. طبعا مشاهدينا الكرام، ما شاهدتموه قبل قليل هذا المقطع هو أربعينية إحياء أربعينية مجزرة جرة الإذن التي ارتكبت على يد ميليشيا القبعات الزرق التابعة لزعيم الميليشيات مقتدى الصدر. أهالي محافظة النجف أحيوا ذكرى الشهداء الذين سقطوا في محافظة النجف نتيجة المجزرة التي ارتكبها أنصار مقتدى الصدر، ميليشيات وعصابات مقتدى الصدر في مدينة النجف القبعات الزرق، وكيف أنهم أزهقوا حياة وأرواح الكثير من شباب النجف، وكان هذا إحياء لذكراهم. مجزرة أو ما يسمى حاليا حقيقة متداول محليا بغزوة جرة الإذن، بعد أن اعترف مقتدى الصدر صراحة أمام أعين الجميع أنه قام بجرة إذن للمتظاهرين. وجرة الإذن هذه كلفت العراقيين، كلفت
المظاهرات والثورة كثير الكثير من شبابها، وحتى هذه اللحظة هو اعترف أن القبعات الزرق وباقي الميليشيات لا تزال موجودة في الساحات وتنتظر منه أوامر حقيقة للتصعيد بشكل أكبر. معنا أبو وليد من كركوك، تفضل يا أبو وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ العزيز. أهلا وسهلا، حياك الله. الله سعد، احنا من 2003 حكومة ماكو بهذا البلد. نعم. ماكو غير الميليشيات وخارج عن القانون. نعم. والسلب والنهي من هذا البلد. نعم. ماكو يعني لا وظائف، لا تحسين معيشة، لا شارع بيه خير، لا مستوصف بيه خير. لا النفط، احنا اهل النفط، البلد هذا الناس ياكلها البريد وياكلها الأم. نعم. لا شغل، لا عمل. ومستكثرين على الشعب انه يطلع في تظاهرات، ليش هذا الحقد اللي تحمل احزاب السلطة وهذا القمع اللي تستخدمه ضد كل من يحاول أن يعبر عن رأيه، رغم أنه هذا الحق هو موجود في الدستور اللي هم وضعوه، حق التعبير عن الرأي وحرية التعبير. هي تعبير وحرية، بس شنو هذا الأحزاب؟ هذه هي الحكومة الإيرانية. نعم. الحكومة الإيرانية، وهذا جاء تقتل بين بلدنا وشعبنا إيراني. نعم. إحنا حكومة ما عدنا. احنا نعم. حكومة ما عدنا احزاب ميليشيات ماكو. الحكومة هذه تتابع لإيران، يعني ما حد يقدر، بس حاطينهم حديدة عن الشيطان يعني مثل ما نقول. نعم. ماكو حكومة، ماكو، كل احزاب متابعة من مختبر صدير على غيره غيره غيره. نعم. يومية قاعد يقتلون من المتظاهرين ميات قاعد ويطعنون، وما راح تتنكر طلع من الحكومة استنكر. قال يابا ليش هذا العمل يصير هالشكل واغتيالات والله كريم. نعم يا ابو وليد، انا اشكرك، كنت معنا من كركوك. معنا السيد محمد من السعوديه، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله بخير اخوي محمد. الله يسلمك، مساك الله بالخير. الله يرضى عليك. بس انا يا اخوي عندي اجابه لتساؤلات اخونا السلام. نعم. احاول اني اجيب ليش المرجعيه ما تستنكر ودع. نعم. هذه لانها شريكه، هي شريكه في القتل، شريكه في السلب، شريكه في النهب. كل الاحساب الدينيه هذه منبثقه من المرجعيه. وشيء طبيعي انها ما تكف. زوال الاحزاب هذه تزول، المرجعيه تزول معهم. نعم. لأنهم شريكين مع بعض، يعني عندهم أفكار وطرح أفكار. يا أخي أفكار ما تشكلها منحرفة، أفكار متخلفة. نعم. يعني أنا قلت دقيت على أخو، قلت يبي ثورة فكرية العراق، ينقص ثورة فكرية. والله تشوف الأحزاب الدينية هذول ترقص، لأنهم ناس مهزوزين، ناس يا أخي ناس على بعض. نعم. العقل ما يتوقع اللي يقولون. نعم. الله يستر العراقيين يا آمين آمين. يلا طمان. شكرا جزيلا سيد محمد من السعودية. معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أما من أنا أسمع يقولون المرجعية، هذا من يطلع الصافي يحكي كل جمعة يقشمر نفسه أصلاً، يوم ما يطلع عسلة، لأن كل المعممين هم راجعين إلى إيران. هو يو أكو مرجعية صدق، أكو عندهم يخافون الله وعندهم نظام صدق، كان وقفوا القتال، وقفوا هالضرب اللي يضربون به المتظاهرين.
قاموا يصيدوهم مثل الطيور، ما يستحون بالسلاح الحي بالسكاكين، ما خلوا شيء ما ضربوا بيهم. لكن المتظاهرين القوة مالتهم والشجاعة مالتهم أرجع من هذول الجبناء السياسيين الموجودين، وأرجع من كل المرجعيات الموجودة للعمائم كلها وكل الموجودين اللي يحكمون هذا البلد من 2003 إلى الآن. إن شاء الله إحنا النصر، إن شاء الله يا رب النصر لهذول المتظاهرين، لأن هذول بقوتهم وعزيمتهم وما يخافون، صدور عارية طالعين، ما لا عندهم سلاح ولا عندهم خوف منهم. هذول يضربون بالسلاح، ما عندهم أي قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، ما يخافون. ان شاء الله هاي كورونا تجي تهجمهم هجم مثل ما فاتحين الحدود ويا ايران. هم يبيهم خير، ما كان هم هي القوم، ايران هي مبداهم، هي امهم وهي حكومتهم، هي اللي تامرهم شو يسوون، يفتحون يسدون يضربون. ان شاء الله ما تقصروا وياهم، حتى امريكا ما تقصر وياهم، تضرب بهم ان شاء الله وتهجم، ولو احنا عدائنا ويا احنا محتلين من امريكا وايران. صحيح. لكن احنا هسه نفرح اذا امريكا تقتل بهالجبناء. ما تخافين من ميليشيا النجباء هددتكم يلي تتفقون ويا ضربتهم ويا ضربه الامريكان للحشد والميليشيات؟ ميليشيا النجباء تهدد تقول دوله خونه اللي يوافقون ويأيدون الضربة الأمريكية على مواقعنا وعلى مواقع الحشد. لا أنا ما أنا أنا أيد أنا أنا خاكون جبانة مو أنا 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 أيد أمريكا هسه. تدري ليش؟ لأن يظهر أمريكا أشرف من هذول الإيرانيين. خلي تضربهم، ليش هم ما يفعلون بشبابنا، يموتون بشبابنا، قتلوا ولدنا ودمروا ولدنا. هذول هي ما تطلع مثل ما أمريكا جابتهم، أمريكا هي تطلعهم، وتعرف هسه شلون تطلعهم بطريقتها الخاصة، هي راح تطلعهم. واحنا قلناها من اول مثل ما هي جابتهم هي راح تطلعها بطريقه خاصه. ومن اللي يسمعني يقول عني انا ايد امريكا، انا ايد امريكا تضرب الحباش هذول الاوباش، وانا ايد عراقي واحب عراقي وتربتي واحب هذول المتظاهرين، وان شاء الله الامر المديد لهم هم يرجعون العراق مثل ما كان. وانا اشكرك. شكرا سيده ام ازهار، شكرا جزيلا لك للمشاركه. أبو إبراهيم من الحويجة، تفضل يا أبو إبراهيم. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يسلمك، حياك الله، تفضل. أستاذ، حتى هاي الميليشيات والبيع وإيران منين جاية؟ منها جابهم؟ هي أمريكا جابتهم. نعم. اللي خلتهم حكومة وسوتهم حكومة هي أمريكا. نعم. احنا متعبين نفسنا عليه، شوف من اللي جابهم ومن دول النظام ذاك. نعم. ومشتركه ويا ايران وجابت لنا زباله. نعم. جابت لنا اياها وشكلت بينا حكومه وين 2003 لهاليوم. نعم. ما ارتاح البلد. زين هي هسه اختلفت وياهم، الميليشيات هي هذه، ليش امريكا ما تدري في الميليشيات اول ما تاسست؟ نعم. قوية هيك في هذه اللعبة علينا احنا. إنا بيلعبون علينا احنا. هي جابت وهي سوتهم حكومة. نعم. ولا غمارتهم يجوز هسه راح تنتهي. أضربوا عليهم. فهذه لعبة احنا قاعد نعرفها وشو احنا نظل نسأل هذا الكلام كله، ليش يصير العراق والعراقيين هما كبش الفداء لهذه الصراعات الدولية؟ إيران وأذرعها بالعراق الميليشيات دا تتصارع ويا أمريكا على أرض مو أرضهم، على العراق، على أرض العراق، والضحية هم العراقيين. نعم هي أرض العراقيين، هي أرض مين؟ بس مو جابهم علينا، أمريكا جابتهم علينا. نعم. فهي هسه احنا واقعين بها، احنا وقعنا. جابوا لنا داعش، من جابوا؟ نعم. كان تدريب وكان بإيران من سوريا، من سوريا اتبعتهم نفس النفل، اشوى السن
يريدون. طيب وهسه انا برجعك مره ثانيه. انا اشكرك يا ابو ابراهيم من الحويجه، معنا السيد فيصل من بيجي، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فيصل نص صوت التلفزيون رجاء واسمعني بس من الهاتف. استاذ محمد شلونك؟ الله يسلمك حياك الله. تحية خاصة تحية لقناتكم الموقرة. الله يسلمك. أستاذ محمد قاعد أدحك على المظاهرات، شلون قاعد يصيدون بيهم كثار الصيد. نعم. وشلون قاعد يدبرون بيهم الشباب الحلوة. نعم. يعني شو مسوية؟ قاعد يضربون بيهم الضرب هذا، أنا ما شني بس اللي دفين. نعم. ليش الميليشيات تطحن بيهم؟ والله طحنتنا احنا يسلنا، قسما بالقرآن أذتنا ودمرت أكثر ما أذانا داعش أذتنا هاي الميليشيات من جتنا. نعم. حرقت بيوتنا، سرقت بيوتنا، أخذت زلمنا، أسرانا، آلاف مؤلفة ما حد يندلها وين؟ يعني العائلة بعائلتها ياخذونهم وما حد يندلها وين؟ نعم. ودمرتنا دمار. وسع انا ردف على الشيعه، انا على مال شنو هي على مال شنو هي بس اذا احنا شو مسوين؟ شو مسوين؟ شو الذنب اللي مسوين احنا شنو هي؟ نعم. والله العظيم حسب الله ونعم الوكيل عليهم، والله يدمرونا دمار، والله يدمرنا ايران، والله ودمرنا الله لا يوفقهم، والله لا يوفق الجاهم علينا. والله يدمروا الغربيه ودمروا الشرقيه، الله لا ينقيهم الله لا يوفقهم، القمت وانقعدت. نعم. مثل ما خلوا العالم، هسه انا قاعده بالشر والله قاعده بالمخيم، والله يدمرونا بالذات احنا يا السنة. الله يكون بعونكم يا سيد فيصل، ونعلم حجم المعاناه والله يصبركم على ما ابتلاكم، شكرا جزيلا سيد فيصل من بيجي. اخر متصلين ابو فاطمه من النجف وابو ابراهيم من الحله، نبدا ويا ابو فاطمه في دقيقه اذا سمحت. ابو فاطمه تفضل. نعم السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام. على عجالة أقول للمجرم أكرم الكعبي، إذا أمريكا الذي يؤيد الضربات الأمريكية بأنهم جبناء، فماذا يسمي الذي يستهدف المتظاهرين؟ نعم. هذه واحد. الشيء الثاني مقتدى الصدر ما هو؟ أريد أسألك على بسرعة أخي، اسمح لي أخي محمد. نعم. مقتدى الصدر ما هو يعني موقعه في العراق شنو؟ هل هو سياسي؟ هل هو مرجع ديني؟ أريد نعرف هذا الرجل شنو يعني من 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 كموقع. الشيء الثالث أخي، المجرم شمخاني الذي أتى للعراق، نحن نعتقد أنه سوف لن تكون هنالك، سيبقى الوضع هكذا، لأن بهذا الوضع يتم إعدام الأبرياء في سجن الحوت، يتم قتل المتظاهرين، وسيستمرون على هذه على هذا المنوال. نحن نريد من شعبنا، من أخوتنا أخي الكريم، أن الحذر من 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 هؤلاء، من الذين يختالون، أن يدافعوا أخي عن أنفسهم. طيب. بما استطاعوا، أي النشطاء يجب أن يكون هنالك لهم حماية، لا يذهبون ويرجعون أخي بهذه، ليكونوا لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين. أنا أشكرك سيد فاطمة، شكرا جزيلا. أبو إبراهيم من الحلة، باختصار شديد أبو إبراهيم تفضل حياك الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو جاسم محمد الوردي. الله يبارك بك حياك الله. الله والله عمي صدق أنتم قناة الشعب. الله يسلمك. ما أحكي له ما تابعها بس الله شاهد. قناة يعني قناة. لا ما لا بها لا غير قناة بس الشعب بس الشعب يعني. نعم. فقط. يعني للمتظاهرين الأوضاع. نعم. يعني تقول يعني هاي الأحزاب هذا النظام هسه تقول حاليا يقود الشعب. نعم. إيه. مثلا هي شايخ شايع يعني ما لها إلا القدماء. نعم. أكو واحد كان إجلال. أبو إبراهيم أبو إبراهيم أنا أريدك تختصر رجاء لأن الوقت انتهى. إجلال يومي يضرب هذا 60 إجلال. نعم. شطر صور الإذن. إحنا إيران سنوات نكتب بيها معقولة صار من الأمور بديها ترحمني بس يا عمي يا عمي شو نقول شو نسوي؟ نعم. الله لا يرضى على إيران. أنا أكتفي وياك بهذا القدر أبو إبراهيم، شكرا جزيلا لك وأعتذر منك الوقت انتهى. بعجالة مشاهدينا الكرام نقرأ حقيقة الكثير من الرسائل الواردة، وأعتذر جدا عن من لم أستطع أن أقرأ رسالته. رسالة تقول، رسالة من أبو ضحى من بغداد، السلام عليكم تحية طيبة، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من هذه الحكومة لأنها أخطر من فيروس كورونا، شكرا لك. أحمد من كربلاء يقول
أعزي الشعب العراقي وعوائل الشهداء من الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية اللي اقتلتهم لاقتالهم المحتل الأمريكي المجرم، نسأل الله أن يمن على عوائلهم بالصبر والسلوان. طيب ليش ما ترحمت على المتظاهرين اللي اقتالتهم الميليشيات والحشد الشعبي؟ طيب محمد أخويا مساء الخير للقناة وطاقمها والمشاهدين الكرام وعزائنا لجميع الشعب العراقي فيما فقدوه من أحباب وعلى رأسهم أبو جعفر من السعودية، الشيخ سجاد الجنابي والنصر قريب، شكرا جزيلا لك. سبب الصمت الدولي أن المجتمع الدولي يحكمه الخونة والمرتزقة على حساب أموال وأرواح شعوبهم، فلا يهمهم إلا كيف يقتاتون ويكنزون الأموال. شكرا لك سعد من السعودية. أسماء من العمارة تقول السلام عليكم أستاذ محمد، من خلال قناتكم هاي مناشدة لأهل العمارة، من المعيب أن تشاهد بقية المحافظات الثائرة وساحة اعتصام ميسان شبه فارغة من الثوار، لا تخسر شيء عندما تحضر إلى ساحة الاعتصام وتساند إخوانك. شكرا يا أسماء. رسالة من أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، نصر العراق والثورة والثوار لائح بالأفق بعدما تخلت كل المنظمات الدولية والعالم عن العراق وشاب في محنة تدخل الخالق بإرسال جند من جنده على العالم ويحفظ العراق وأهله. شكرا جزيلا. طوال 17 سنة أبو أوس من تركيا يقول طوال 17 سنة يجمعون أحزاب الفساد وتيارات المحاصصة ليشكلوا حكومات الفساد والقتل والميليشيات لتنهب ثروات العراق وتجعل من العراق حطام. شكرا لك يا أبو أوس. زهراء من العمارة تقول السلام عليكم أخي محمد، الحكومة والميليشيات الفاسدة تريد تنهي الثورة بس هاي الثورة باقية ومستمرة. شكرا يا زهراء. سيكون الشعب العراقي هو المنتصر بعون الله مهما تلاعبوا. شكرا لك. يقول هذه رسالة طويلة لن أقرأها أعتذر. أم علاء من الكوت تقول السلام عليكم، أنا أم علاء من أهالي الكوت، باقين بالتظاهرات رغم اعتداءات هذول الذيول ووباء كورونا، باقين إن شاء الله. رسالة الله يرحم شهداء ثورة تشرين، اللهم بحق الحسين يفرج عن سجناء ثورة تشرين، سلامي لك أستاذ محمد بنت الناصرية. شكرا لك. في رسالة من أبو حيدر من النجف يقول أخي محمد لا يوجد بالعراق لا سيادة ولا مرجعية، اثنينهم فاسدين، الدولة تسرق والمرجعية تتستر لأن الطرفين عملاء. رسائل كثيرة جدا وكثير حقيقة، هناك البعض دخلوا بشتائم وسباب، نترفع عن هذا. طيب وصلنا إلى الختام، أعتذر لمن لم أستطع أن أقرأ الرسالة مشاهدينا الكرام لأن الوقت انتهى. أشكر الجميع ونتمنى إن شاء الله في المستقبل أن نستطع قراءة رسائلهم، لكن كما تلاحظون ما بين المتصلين والرسائل الوقت يعني يمضي. أشكر الجميع لطيب المتابعة والمشاركة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.